نعم، أعتقد بأن الجيش الإسرائيلي قد تم حشده الآن لمدة 5 أشهر، واقتصادهم سوف يخسر 20% من ناتجه المحلي الإجمالي خلال هذا العام، وقد أعادوا بعض الناس من الجيش إلى للعمل في الاقتصاد. ولديك كل هؤلاء الإسرائيليين النازحين ليس فقط من منطقة غزة، بل لدينا تقريبا 200 إلى 250 ألف إسرائيلي نزحوا داخليا حاليا، وقد استخدموا كمية كبيرة من مخزونهم من السلاح في حربهم على غزة، فيجب أن يعوضوها. وأعتقد بأنهم في النهاية، وشيء ربما لا مفر منه عندما يحاربون حزب الله، فإنهم يريدون أن يكون لديهم مخزون كامل من منظومة الدفاع، القبة الحدودية، ويريدون أن تكون قواتهم المسلحة مرتاحة وبكامل نشاطها. يريدون أن يكون لديهم مخزون كامل من الذخيرة وصواريخ دقيقة التوجيه. يريدون أن يعززوا كل نظم أسلحتهم وذخيرتهم وأن يكونوا جاهزين، لأن هذه الحرب إن اشتعلت مع حزب الله سوف تستمر لفترة طويلة أيضا. فأعتقد أن ما تبحث عنه إسرائيل في الغالب هو توقف مؤقت، ربما طويل الأجل للحرب، ربما لعدة أشهر أو ربما حتى سنة، ولكن يبدو بأنهم بدأوا يدركون في إسرائيل بأن الحرب في الشمال لا يمكن تجنبها، ولكن الوقت الحالي الآن ليس هو الوقت المثالي، وخصيصا بأنهم لم ينتهوا من غزة بعد.